أوصلتوها إلى الأمم المتحدة وأصبحت واحد من البنود الذي طرحت في أرواج ودهاليز الأمم المتحدة. هذه هي الوقفات الحقيقية، هذا هو الاصطفاف الوطني الرائع. أنتم من يستحق الشكر، أنتم يا أبناء الساحل الغربي من يستحق الشكر حقيقة، أنتم الحضن الدافئ لطارق محمد عبد الله صالح. وكما بدأها علي عبد الله صالح من هنا من المفرق، سيبدأها طارق من هنا من المفرق، وسنصل صنعاء، وسنستعيد دولتنا، وسنسقط الانقلاب، وسنستعيد المؤسسات، وسنسقط هذه السلالة العفنة. هذا الاحتفال والذي يقام اليوم في مديرية حيس البطلة وبرعاية كريمة من الأخوة في الأمانة العامة للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية. تأتي هذه الفعالية متزامنة مع الذكرى 61 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة، والتي ضحى من أجلها شعبنا اليمني وقدم فيها الكثير من التضحيات الجسام بغرض التخلص من موروثات الإمامة، عهد الظلم والفقر والجهل والمرض. هكذا اتسم حكم الأئمة. مشتاقنا لم حديدة أبوك وروحك أول، يا مجلس الأمن كلي ما له قرارك معطل. يلعب عليك ابن قدشي غلق على الناس وقتل، ما ذنب قلب مساكين يعيش محاصر وأعزل. يلا افتح خط بالله، إن كنت حاكم مكمل نحيم حواجز بسرعة ولا انت غريمي يا مول. ما حد كمثل ابن عفاش، حكمة وقيادة مكمل، أعني العميد ركن طارق من داسق والظلم وقندل، من قال للشعب هبوا وتقدم مصفى مول. إننا في حزب البعث العربي الاشتراكي كنا دائما مع الجماهير، وكنا مع موقفنا ضد الانقلاب منذ البداية، ولازلنا مع الاصطفاف الوطني، ونمد أيدينا مع كل القوى والأحزاب السياسية إلى السلام العادل الذي يحقق الأمن والاستقرار في ربوع اليمن وإنهاء الانقلاب الذي أحدثه الحوثي. نحن مع السلام لا الاستسلام. وقد نجحت هذه الوقفة في تحريك المياه الراكدة بالنسبة للمجتمع الدولي، ولفتت أنظارهم إلى أن إغلاق الطريق من قبل الحوثي تسبب في كوارث اجتماعية واقتصادية، وطرحت هذه القضية على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من قبل مندوبهم الأممي، ولنا كبير الأمل في تحقيق ذلك المطلب، وهو فتح طريق حيس الجراحي.